ما ادري شنو كان التخطيط، يعني هم عاده يشترون اللاعب يبي حتى يستثمروه ولا حتى يكون معاهم موسمين ثلاثه يخدمهم، يعني خاصه الشباب يعني اللي يقعد عليه. هو اكو عده اهداف. رقم واحد اعتقد انه بعد اصابه، انا ما متاكد من عدد المهاجمين في إبسويتش تاون صراحه، بس عندهم المهاجم الرئيسي اللي لا زال يلعب، ولكن اعتقد احتاجوا مهاجم ثاني شاب ان يكون يقع خلينا نقول تحت ظل المهاجم الرئيسي. وعلي ابدع في نادي ويمبلدن نفسي، وحقق اعتقد كان مصدر الهدافين او ثاني ترتيب الهدافين، وقدم مستويات كبيره في هذا الدوري. فهي رقم واحد هي تدعيم الصفوف، لان احتاجوا مهاجم، خافوا ان يصابون في هذه الفتره اللي احتاجوا بها لاخر 4 شهور، لانه عارفين هم كانوا في المركز الاول المركز الثاني بين الاول والثاني، فاحتاجوا شيء مثل نقول بديل اخاف يصير عبء على مهاجمهم، يكون شاب واعد مهاجم وثابت نفسه في كثير من المباريات مثل ما شفنا ويمبلدن. فلذلك هاي رقم واحد. رقم الثاني شاب اذا نجح اشتروه بمليون ممكن يبيعه بخمسه، ايش بيها ال4 ملايين؟ حلوه لو ما حلوه؟ جنن. زين هو متوقع ايش قد يوصل سعره؟ اعتقد هسه يعني بعد الصعود الى البريميوم ليج اتوقع، يعني اتوقع شغله تضيف له فد مليونين ثلاثه بعد. واذا لعب واخذ مكانه بالفريق؟ لا، هذا اذا لعب وابدع صراحه ممكن يوصل الى 10 الى 15 مليون. وانا اتوقع يوصل 15 مليون ان شاء الله. ان شاء الله يوصل 15 مليون. يعني ايش قد تتوقع ياخذ مكانه بالفريق؟ اذا افترضنا انه بدا يتدرج شوي شوي، يعني موسم موسمين نص موسم مش كده. اذا الله راد وما يعني اي شيء صار، هو خوفك من شيء واحد، وبس خوفك من شيء واحد، وهو انه استراتيجيه إبسويتش تاون تتغير ويجيبون مهاجم ثاني خبير. زين، هذه وحده من الأمور اللي قد تقلق شوية، لأنه شنو معناته؟ معناته المهاجم الثالث حيكون علي الحمادي، وحسب حاجة النادي على مود ما يخسرون هذا اللاعب ممكن يتم إعارته وين؟ إلى تشامبيونشيب مرة ثانية، أحد الأندية، ما يعيروا لي لدرجة الثانية أو الثالثة، لا يعيروا لي التشامبيونشيب اللي هو الأندية اللي جاء من عندها. اي بالضبط، يعني اللي هو اللي جاء من عندها. اي فهاي ممكن هاي الشغله الوحيده، لكن اولا هي اجتهاد، عمل حقيقي، الالتزام، التواضع، الاستمرار، وايضا صراحه الصبر، وايضا توفيق من الله سبحانه وتعالى. اذا هاي كلها حضرت اعتقد علي الحمادي يعني سنشوفه ممكن، اذا بقى طبعا إبسويتش تاون، لانه عندنا في يعني اتكلم على النادي اللي يعمل بيه لوتن تاون، للاسف قد ينهبطون هذا الموسم بعد ان صعدوا الموسم الفات، فيعني موضوع صعب وليس سهل، فممكن نطي ورا مو الموسم الجاي اللي بعده. بس اوضح لكم خوف واحد يروح اول السالفه، كابتن ناثر يقول اذا اجى مهاجم سوبر ستار مثلا اخذ مكان علي الحمادي، الحمادي ممكن يكون مهاجم ثانوي او ثالث، فممكن انه يعيره، وهذه معمول فيها، وعمليه الاعاره هي جزء من استثمار اللاعب وتطويره حتى ما يقعد دائما على الدكه وكذا، فيبدي هو يشغل نفسه ويطور وممكن ياخذ مكانه بالفريق، او ممكن هو يبدع يقفز قفزه نوعيه هيك وياخذ استحقاقه مع الفريق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. العلم هو مصاب وراح يسوي عمليه، اتمنى ان شاء الله هذه العمليه تكون ناجحه ويكون على احسن وضع مع فريقه، وان شاء الله عماتي نحن ننتظر بالمنتخب العراقي. عمره هو تقريبا 20 او 21 سنه، ما متاكد بالضبط، بس وضعيته مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس ما ادري وضعها شنو، يعني راح يكون جاهز موجود ما موجود، لكن لو افترضنا انه هو جاهز راح ياخذ مكانه بالفريق يخدم الفريق؟ لاعب بيلعب باحد
افضل ثمان افضل مو ثماني افضل خمس دوريات بالعالم الشامبيونشيب هو ما تريد يلعب ما ياخذ ما كان بالمنتخب العراقي الاولمبي. هاي من وجهه نظر مصيبه هاي والله. يؤسفني اقول لك ممكن يعني ما ياخذ مكانه. يعني انا متحيز للاعبين اللي ينشؤون في انجلترا لسبب بسيط، صار لي اولا 20 سنه رقم واحد بها عايش، ورقم اثنين اعمل في الانديه الانجليزيه المحترفه واعرف ماذا يتم وكيف يتم تكوين اللاعبين وتاسيس، واعرف ما يمر باللاعب من عمر 9 سنين لحد الفريق الاول. القيمه التسويقيه للمنتخب العراقي الاولمبي تقريبا 4.8 مليون، وعندك لاعب قيمه تسويقيه مليون، يعني شويه صعبه اشوفها صعبه انه ما يكون لاعب اساسي ومؤثر بالمنتخب الاولمبي لو تم سحبه طبعا او ما عند الاصابه وما سوى العمليه، بس اتوقع ما حيكون موجود بسبب العمليه. ممكن نأمل ان شاء الله الشفاء ونكون جاهز اذا يعني مع الفريق ممكن نشوفه، واذا ما شفناه ان شاء الله المنتخب الاولمبي فيه لاعبين ياخذون المهمه ويؤدون المطلوب من عندهم. القرار المصيري اللي تتخذه شنو؟ ترى حتواجه الارجنتين والمغرب واوكرانيا. لازم انا اعرف ما هي اهداف المشاركه. رقم واحد. رقم انت واحد. ليش مشترك اساسا؟ شنو هدفك؟ ليش مشترك؟ ليش اريد اوصل؟ رقم واحد. رقم اثنين، من حددت الهدف المشاركه؟ رقم اثنين فلسفه لعبي. ما هي ستكون فلسفة لعب الفريق عند امتلاك الكرة وعند فقدان الكرة؟ وعند فقدان الكرة ما طيب. على حدان ما له علاقة بالخصوم، ما له علاقة بالمنافسين لآخر، يعني دعك فلسفة لعب المنتخب العراقي. الشغلة الثالثة تحديد اللاعبين القادرين على تنفيذ هذه الفلسفة. جزاك الله ألف خير. رابع شغلة أنظر بعدين شون آني شون أضع خطة، شون أنا حروح ألعب مثلاً مباراة أو مباراتين مع فريق من جنوب أفريقيا، مع عفواً جنوب وديات قصدك؟ وديات إي نعم، مع نعم. منتخبات شمال أفريقيا، وأيضاً ممكن أروح أشوف لي من شرق أوروبا، يعني على متشابه المدرسة، خلينا نقول 3 إلى 4 مباريات تعطيني انطباع. من وجهة نظري حيكون الموضوع صعب لوجستياً. اولا الدوري العراقي لا زال مستمر رقم واحد. الشغله الثانيه انه جل اللاعبين المنتخب الاولمبي اللي يلعبون في انديتهم ما يلعبون. طيب هذا حيولد مشكله اولا رتم المباريات، نفس المباريات سميها، الجانب البدني، و هذه هي الاني شلون حنظر لهذا الموضوع واشوف شنو منو متوفر عندي، شنو احتياجاتي، منو مصاب، منو غير مصاب، هل بالامكان ان استعين باللاعبين المحترفين صراحه، لانه اللاعبين المحترفين يجب عن وجهه نظري يجب الاستعانه بهم لانه طيب. تسبقتني بالسؤال، راح تتخذ قرار بالاستغناء عن لاعبين شاركوا معك وتعبوا وأهلوك إلى أولمبياد باريس، أنت تشوفهم في هذه المرحلة خلاص ما عادوا مهمين لك، ممكن يجي محترف يأخذ مكانه، راح تتخلى عنهم وتجيب المحترف لو لا؟ هو مو قصة أتخلى، وهذا شوف هذا السؤال شوية خلينا نقول هو مو قصة أتخلى. أول شغلة رقم واحد عن وجهة نظري، من هو الأجهز؟ طيب. هاي رقم واحد الأجهز. ثاني شغلة خلينا نكون واقعيين، يعني إذا لاعب مثل ما تحدثنا موجود حاليا بالمنتخب الأولمبي وما دي يلعب بالنادي مالته، وعندك لاعب في المحترفين مثلا زيدان إقبال يقدم لك إضافة تجيبه؟ طبعا أجيبه، شو ما أجيبه، ما إحنا بالعراقي ما يحتاج لها روح القاضي، يعني لا إحنا نحتاج لها روح إلى راضي، أكو فرق. لا مو باوع، هي شوف انا اقول لك هاي دائما هي قناعات مدرب، شوف حتى اكون صادق وياك، قناعات مدرب، لانه مثلا انا اعرفه انه تم استدعاء خمس محترفين، المحترفين الخمسه ما جوي، اولا الانديه ما اعطتهم،
إذن المشكلة مو بالكادر التدريبي، إذن المشكلة بالأندية مالتهم. وهذا المشكلة تدري شنو المشكلة؟ إنه الأندية ما مجبورة تطي لبطولة، يعني هو فاز صاعد فريق أول، هل أنت رايح تشارك مجلس المشاركة ولا فقط تمثيل العراق أفضل هاي السمعة الدولية مال العراق في كرة القدم فقط؟ تختلف صراحة. هي قلت لك نرجع للسؤال الأول، النقطة الأولى، ما هي الهدف من المشاركة؟ لو كنت أنت مدرب المنتخب الأولمبي راح تطلب استشارة أو الاستعانة بمدرب المنتخب كاساس؟ إذا ناصر الخطيب؟ نعم. أي نعم. السبب؟ السبب ثقافة المشاركة بالأفكار وتبادل التجارب وتبادل الخبرات اللي أنا أعمل بها في إنجلترا. خليني أروح أشيل أقعد مع كاساس، يا بس شنو رأيك إحنا نعمل بين الاثنين؟ بالنهاية أريد إن إحنا نحاول في تطوير، هل تعتقد هذا اللاعب حاليا جاهز للمنتخب الوطني؟ لو يحتاج لبعض أكثر تجارب دولية أكثر في الأولمبياد، شنو رأيك نتبادل الأفكار؟ هذه الثقافة عندنا قد تكون ضعيفة بالعراق. ليش؟ منو أنت تقول لي مثلا، منو أنت تقول لي أو تعلمني الشغلة كلوش أنا راح أفتهم كل شيء؟ هذه الثقافة للأسف الشديد يحتاج نغيرها. يعني أعطيك مثال، كنت أعمل مع 21 تحت سن 21 في النادي اللي أعمل به، فكنت أسولف ويا عن موضوع كيف يصمم الوحدة التدريبية. قال لي أنا دائما على المحك. قلت له شلون أنت دائما على المحك؟ قال لي لما أوصل للنادي الصبح، الفريق الأول دي يتدرب بالملعبين والبيت الصوب ماكو، يجيني تليفون أريد 5 لواعيب من 21، أنا مخطط وحدتي على فلان موضوع وفلان عدد، شو يصير؟ أنا غصبا ما علي دسم دول الخمس اللي يريدهم، مو بكيفي. يقول لي إحنا كنا عملنا يصب نحو الفريق الأول، لذلك عملية إنه كيف أني لازم أقعد أسولف. أخوان تدري شنو أنا دائما أقولها؟ مشكلتنا بالعراق هي مشكلة تواصل، ما عدنا نعرف كيف نتواصل مع بعض. نعتقد إنه أني هسه أقعد ويا كابتن ضياء عارف، ها؟ لو هي فكرتي أحسن منه، لو أني أحسن، لو هو أحسن من عندي ونتعارك. بس المهم شنو؟ أطلع فكرتي إنه أنت فكرتك فاشلة وأني فكرتي الزين. نعم. هاي المشكلة اللي نعاني منها كابتن. ما سبب ثم قلت أنتوا هسا هاي مدرستكم الكرات الطويلة، أنتوا هسا تخليتوا عنها. لا مو هسا على فكرة. يعني إيش قد صار لكم تخليتوا عنها؟ صارنا 10 سنين. جزاك الله الخير. يعني كل هذا الوقت أنتوا كنت وكان فعال، يعني مو مفعال. إحنا نلعب ليش مو بإتقان مثلكم؟ شنو اللي يختل يعني؟ ها، لأنه المراحل اللاعبين، العمر التدريبي للاعب اللي تدرج من عمره 10 سنين لحد وصوله لعمره 20 سنة، هاي 10 سنوات تدريبية. اللاعب بإنجلترا لعب 50 مباراة بالموسم من عمره 10 سنين إلى عمره 20 سنة، هاي أحسبها إيش قد؟ 500 مباراة، 500 مباراة عنده، وهذا يجيك 20 مباراة، أو فرق كبير. تصور بهاي 50 مباراة، عفوا 500 مباراة، كم باس لاعب، كم مره استلم، كم مره اتخذ قرار، كم مره ما مرر ومرر، وكم مره دافع. وكنا مشكلتنا وين؟ ما عندنا هذه التجربه. يعني الكرات الطويله انا ماشي خل العبها بس اتقنها قدر الامكان. الكره الطويله تحتاج لاعب طويل بالمحطه؟ لا مو شرط. ليش نلعب عشوائيه لعد احنا؟ لانه اللاعب ما حد اجى، ما عنده مدرب مطور وياه. اولا نشتغل على التكنيك، بدون تكنيك انسى هنالك تكتيك، هذا حقيقه علميه في كره القدم. تكنيك تقصد كيفيه لعب هذه الكره؟
اي بالضبط. رقم اثنين اذا نجي نطور الخصائص السته لكل لاعب، اشتغلنا على التكنيك، اشتغلنا على التوقيت. هنالك امور من تلعب الكره لازم تعرف تتخذ القرار متى تلعب هذا الباص الطويل ومتى ما تلعبه. وزن لعب، وزن ضرب الكره شلون تضربها، الوزن الباس، وزن الباس لين ياثر اذا الكره طارت هيك بهالطريقه او طارت بهالطريقه، لان هذا تنطي وقت معين للمدافع ان يستعيد وضع الدفاع. شوف حتى تاثير ركل الكره وزاويتها تؤثر على وضعيه المدافع. هاي رقم اثنين. توقيت تحرك الرابط اللي تربط وياه، هل يتحرك للمساحه بوقت صحيح؟ هل دا يعرف انت ايش دا تسوي؟ هذه امور تاثر. ايضا ايضا يسموها مهارات الخداع. ممكن وضعيه جسمك تموه بينما انت ما حتلعب كره طويله. تلاحظ ايش قد اكو اشياء. اسالك على الموسوي، شفته بالمنتخب؟ اي شفته بالمنتخب طبعا. طيب على الموسوي واحد من اللاعبين اللي يلعبون خلف المهاجم على الجهه اليمنى، جهته اليمنى، هو يلعب بالرجل اليسرى فقط يسرى. يعني يساوي يعتمد عليها بشكل كلش هواي. كان يسمونه ميسي قبل، كان صغير كان كلش مهاري واكثر نشاط من الان، بس هو اصيب تدري، كانت اصابته رباط صليبي يمكن مرتين تعرض لها، هسه الحمد لله وشكر رجعنا. كان وين وصار وين؟ طيب هو يشكلون يقولون على الموسوي ما موجود ما قدم اضافه، ليش؟ لأنه الجمهور يقدر يعبر عن ما يريده. رقم واحد الجمهور فقط يشوف اللحظة. يعني شنو اللحظة؟ هاي مشكلة. هاي دائما حتى أنا منشوف المباراة تشوف تركز بس على اللاعب هذا، خلاص هذا هو، ما تشوف شكو يدور عند الكرة، حول الكرة، شكو يصير بعيدا عن الكرة. بالمباراة بمعدل اللاعب يمسك الكرة من 3.5 دقائق إلى 5 من 90 دقيقة، يعني 5 دقائق بس يمس الكرة. زين ال 85 دقيقة شو يسوي بها البقية؟ نتكلم مع حول علي الموسوي. إيه لاعب مهاري مثل علي الموسوي راوغ بشكل جيد جدا، يسموه يجذب المدافعين إليه. من يجذب المدافعين إليه يحتاج شنو؟ يحتاج دعم وإسناد. طيب هو ليش كان علي جاسم مثلا يصل وعلي الموسوي ما يصل يعني مو بذيك الخطورة؟ لا كل لاعب له خصائص، كل لاعب له خصائص. لا أنا أحكي على حول اللاعب، ما حول اللاعب. عندك تفسير؟ لا ما عندي تفسير، ما عندي تفسير صراحة. زين يعني أنا أتصور إنه علي الموسوي ما كان، لأن هو في منظومة فردية، المنظومة الجماعية تشغل أكثر، اللاعبين اللي حول عليه يلعبون بشكل فردي طاغي أكثر من اللاعبين يلعبون حول علي جاسم. إضافة إنه علي جاسم هو أصلاً مهاري وشغل الفريق معاه بالاستلام والتسليم. طيب